ذو 4 أيام لم يدخل في جوف أبو علاء الساعدي شيئا من الطعام بعد إعلانه الإضراب، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالوعود التي قطعتها لأهالي الحسينية الذين نظموا تظاهرات واعتصامات في وقت سابق من أجل تحسين الخدمات فيها. أبو علاء يرى أنه لم يكن صادقا مع أهالي الحسينية عندما أقنعهم بالتوقف عن التظاهر وتصديق وعود الحكومة، وهو الآن يريد معاقبة نفسه على ذلك. اجتمعوا بمجلس الوزراء واجتمعت رئاسة الوزراء وصوتوا على المطالب، مالتنا وسووا قرار بها، وعلى هذا الأساس احنا فتحنا الطريق وبلغنا الناس بأن احنا قرر رئاسة الوزراء قرروا المطالب مالتنا، فكذب عليه وأنا كذبت على نفسي وعليه أرد عاقب نفسه. ومع التجربة تتطور أساليب التعبير عن المطالب، فقد لوح بعض أعضاء التنسيقية بالتصعيد أكثر من ذلك ضمن الطرق السلمية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مذكرين رئيس الحكومة بما أورده في المؤتمر الإسبوعي الذي أعلن فيه إطلاق التخصيصات للحسينية لكنها لم ترى النور حتى الآن بحسبهم. السيد رئيس الوزراء يوم 6/3/2018 من على قناة الحكومة، قناة العراقية، في مؤتمره الصحفي ذكر أنه سوف تتم إطلاق المبالغ خلال أيام، ولكن لحد اليوم ما شفنا أي إطلاق لأي مبلغ للمشاريع. أطلق موضوع بال2017 بشهر السابع موضوع الجهد الوطني، وإحنا عبرنا اليوم شقد بالشهر، اليوم مر سنة كاملة على موضوع مشروع الجهد الوطني، ما شفنا جهد وطني ولا شفنا حصوة وطنية. فيما طالب أعضاء آخرون من التنسيقية من رئيس الوزراء بزيارة الحسينية ليطلع على الواقع بعينه وليكتشف الحقيقة، وهذا يستبطن أن هناك من يوهم رئيس الحكومة بإكمال المشاريع لغايات لا يمكن لنا البت بها. نطالب رئيس الوزراء تفعيل شخصي أولا للجان الخدمية، وأتمنى شديد التمني يعني يزور هاي المدينة ويطلع على الواقع الخدمي مالها وشقد واصل مرحلة من الضحالة، ويطلع على اللجان اللي خلاها الخدمية وين وصل شغلها بالحسينية، لحد الآن ماكو أثر، ولذلك إذا يجي يشوف أقل تقدير يشوف الحقيقة. الوعود التي قطعتها الحكومة إلى أهالي الحسينية لم يقبضوا منها سوى الريح، فالحكومة لم تكن بهمة هذا الرجل في الإصلاح عبر تطوير أساليب احتجاجه السلمية. من مقر اللجنة التنسيقية لتظاهرات الحسينية شمال شرق العاصمة بغداد، وليد الشيخ، الحرة.